طيب صالح، حياك الله عز وجل. يا مرحبا، كيف حالك؟ يا هلا وسهلا، حياك الله في فقرة تحت المجهر. الله يحييك بجيك. الله يسعدك يا رب. احنا عندنا مجموعة من الاستفسارات والأسئلة وآراء، فأحتاج رأي أبو أستاذ هادي وأحتاج رأي العداد إذا ممكن تمدوا لي إياها وفي في الواتس، وبرضه ودي آخذ رأي أبو راشد عنك ورأي أبو هيث إذا ممكن، بعدين بعطيك المساحة تعلق. أبد، خذ راحتك. الله يعطيك العافية. أبو راشد، إيش رأيك في صالح لو على الأقل بصورة عامة يعني؟ طيب أجاوبك على سؤالك ولا وجه الكلام له؟ عادي، قول اللي تبي. يعني صالح شخصية لطيفة ومحترم جدا، اللهم أني أشعر بغموض في شخصيته في جوانب كثيرة ما بقاعدة تتكشف لي، ما أدري. يعني أنا ودي حتى أسألك يا صالح إذا ممكن تذكر مثلا 10 أشياء تتميز بها عن المتسابقين أو عن غالب المتسابقين. في جوانب كثيرة ماني قاعدة ألمسها فيك، يعني سواء مهارات، مواهب، اهتمامات، هوايات، معارف إلى آخره من الأشياء اللي ممكن أن تظهرها في البرنامج. أشعر أنك مختفي شوي، غامض، يعني حتى أحاول أستذكر شيء واضح لك أشعر أنه يميزك عن بقية المتسابقين، ماني قاعد في شيء يعني يشم ولا يفرك على قولتهم. فهذا الشعور اللي وصلني، ولهذا أنا يعني طلبت أن تكون معنا عشان نسولف ونسأل وناخذ أسئلة الجمهور، نتعرف أكثر على شخصيتك، وأتمنى منك المزيد من العطاء. طيب هذا شعور أبو راشد، خلنا نشوف شعور أبو هيف في شخصية صالح. والله شوف صالح، أنت ذكي مرة، قل لي ليش. ليش؟ وتصحح لي، لأني أعتقد أنت أنك قاعد توفر جهدك، لأن في البرامج الواقعية دائما يقول لا تحرق كرتك في بداية البرنامج، انما اكشف اوراقك في نهايه البرنامج. خلص البرنامج ابو هيث. فانت طول عمر السلامه قاعد تنتظر الى نهايه البرنامج عشان تكشف اوراقك للناس. بعد ما ينكشفون اخوياك تبدا انت تفرد اوراقك، صح ولا لا؟ وممكن فيها فتره راح تمر في البرنامج يصير فيه شوي فتور. انت فتور طول البرنامج. لا انا اقول اكلمك عن القادم الان بشكل عام للبرنامج. تجي فتره اكيد قبل النهايه، مو قبل النهايه، يعني بتجي فتره يصير فيها ملل من المتسابقين، او حنا نحاول ان في هذه الفتره ان نحاول ان نحيي البث شوي. وفسر الماء بعد الجهد بالماء. جاوب على كل السؤال. السؤال، حنا الان وصلنا 48. اسلم. متى ستكشف اوراقك للناس؟ قريبا. قريبا خلصنا الحين، باقي 40 يوم، باقي اقل من 40 يوم، اخر 10 ايام لا تحسبها يا رجل. خل 10 ايام، يمكن الميزان الجاي هو مودع. سم، أقول يمكن الميزان الجاي أنت مودع مستغرب يعني؟ اللي مكتوب بيصير. الله يشف. لا توصل للجمهور، هذه نصيحة برضو صالح، لا توصل للجمهور إنه ما عندك مبالاة يعني في البرنامج. لا لا لا، بالعكس، مو معطي القيمة. إيه اللي مكتوب بيصير وعادي. لا هو أكيد المكتوب بيصير، لكن حنا نسوي اللي علينا. طيب شوف يا صالح، خلنا أعطيك رأي بشكل عام، ويمكن رأي قاصر لكن خذها على إن شاء الله إنه تتقبله. أسلم. قد أشعر إنه صالح كان تحت ظل عبد الله المحميد بشكل كبير جدا، بعد ما طلع عبد الله بدا ينطلق شوي، حلو، بدا يبان شوي بشكل اوضح بعد ما خرج عبد الله، قد تكون خيره. رقم 2، انت عندك فرط حركه لكن ما نشوفها الا في فقره المسابقات الحركيه. ترى عندك فرط حركه صدق، بس انه يعني نشوفها في فتره المسابقات الحركيه وكذا. ما شاء الله يعني عندك شوق الرش يعني، ما شاء الله، وقدمت ظاهر فقره والشباب تحمسوا معك فيها، بعدين فجاه تبدا تركض ركض كذا، مبات بنسميه بيات شتوي، ماني عارف، طويل كذا، بعدين ترجع تسوي كذا حاجه. هل تشعر داخليا انه صوت الشباب اعلى منك في استجابه الارائهم طلباتهم متسابقين؟ ماني فاهم، بس اشرح لي. لا بالعكس، انت قلت انك احيانا تصير كذا هادي، احيانا القفزات هذه ترى جميلة. إيش؟ ياخذ القفزات هذه او اللي هو ما يصير على رتم واحد زين، يمكن لا صرت على طول متفاعل راح يمل الجمهور. اما اذا صرت بشكل متفاوت كل فتره وفتره اطلع لي بحاجه، وكل فتره وفتره يصير لي حاجه حلوه، هذه تاخذ طيب صدى كبير. طيب انا بس ما يتوقعون الجمهور ان انا بركز على موضوع الفقرات، خلنا نجي على واقعيتك شوي، الجلسات، السوالف، الكذا. برضو صالح ما هو البارز يعني،
يعني إذا ما صار بعد الرقم خمسة ما أعتقد، يعني هو مساند ما هو صانع للقصة ما هو صانع للواقع. إيش رأيك بالكلام هذا؟ أنا مستمع في الغالب، يعني أنت حفظت الكلمة هذه يعني. إيه أنا مستمع، لكن إذا جاني حاجة حاب أقدمها أقدمها ما عندي مشكلة، أو قصة جتني أو تعليق أعلق أو أطرح القصة هذه. طيب أبو راشد، إحنا جبنا طاري إنه في شخصية مستمعة، شخص خلاص صار الكل ما يسأل، قال أنا مستمع. إيش شيء تعرفه عن صالح أو يمكن من خلال معرفتك بالشباب يعني باقي لسه ما برز في صالح؟ يعني أنا والله هذا تساؤل أطرح لصالح، أنا لو أعرف للمته كثيرا على عدم إظهاره. لكن يا صالح، صناع المحتوى كثير والراغبون في صناعة محتوى أكثر، أنت لست الآن في فترة قادر أنك تغيب وتكون مستمع وتخفف شوي، وإذا الشباب فكروا تبدأ تقدم. أنت في فترة لابد تعطي أقصى ما عندك حتى تثبت نفسك، بكرة ستتميز إذا كنت يعني قادر على صناعة محتوى مميز تنافسي، قادر على التكيف. عندئذ اظهر فترة وغب فترة، يعني تخشى والله أنك تحرق من سواء محتواك أو جودك على الشاشة، لكن الآن هذه فرصتك. أنت شخص مميز، كان ينبغي بك أن تتنافس بكل قوة مع المتسابقين الآخرين اللي جالسين يقدمون محتوى نظيف ومختلف متفرد كل يوم جديد. فبالعكس أنا ما أشوف أن هذا، يعني أنا أشبه هذا، شفت عداد الكهرب في مولد احتياطي، لا تكون أنت مولد الاحتياطي، كن عداد الكهرب. يا سلام. فأنا والله أشوف أن هذا مجاله. وش عندك مهارات مواهب؟ أنا ودي أنك تعطينا. أنا يعني أرجع وأقول أن ذاكرتنا أحيانا ذاكرة سمكة، لكن خلنا بس برجع لك يا صالح. صالح، تعرف وش معنات القصص المستمرة في الواقع؟ قصص مستمرة؟ إيه، القصص المستمرة في الواقع، ما الأحداث اللي تصير لي مثلا؟ لا القصص المستمرة، أعطيك مثال. مثل يعني في قصص مقطوعة منتهية، يعني تبدأ وتنتهي، يعني مثلا حدث صار كذا، جلسنا سولفنا عن شيء بعدين انتهى، هذا انتهى الحدث. جميل. القصص المستمرة مثلا على سبيل المثال جلسة بدر، هذه قصة مستمرة، نبي نشوف الجلسة عرفنا الجلسة متى تم تدشينها، متى حتنتهي. في جلسة كانت مستمرة صار في صيانة لها، هذه قصة مستمرة. طيب في قصة كانت عندك مستمرة للأسف ما استثمرتها، أنا من وجهة نظري تذكر اللقاء الأول مع الدكتور الغندور، قال لكم إيش المواهب الجانبية اللي عندكم، ما أنت وش ذكرت موهبتك الجانبية؟ هواية. هي هواية جانبية. زراعة. زراعة. يا سلام، أنا ليه الحين ما شفت مثلا نبتة الذواقة أجيبها أحطها أسقيها بكرة تموت، هذه قصة مستمرة. أجيب نبتة ثانية جنبها أسميها شيء معين، أنا ما أدري، أنا ما أبغى أصنع عنك. قلت شو رأيك يا أبو راشد الموضوع؟ ما أدري. لا فعلا والله، والمشكلة أنهم في مكان مهيئ جدا لمثل هذه الهوايات. يعني أنا شفت عبد الرحمن راشد يسقي الزرع، تمنيت لو صالح هو اللي مرة يزرع شتلات ورود، يهتم بالنخل الساعة في، عرفت؟ هذا تعبير عن نفسك لهذه الهواية اللي أنت تحبها. والله أنا أختلف معكم جملة وتفصيلة، أني حتى لو زرعت هل كل يوم بيزرع؟ هنا السؤال. لا ما قلنا كل يوم بيزرع، لكن معي صالح يقول أنا مستمع جيد، المكتوب بصير. ربما أن هذه إمكانيات صالح، ربما أن الآن اللي موجود معنا في غرفة التواصل تحت المجهر هذا صالح، هذه إمكانياته. ما نقدر، كأن احنا يا اخوان قاعدين الان نطلب منه فوق ما لا يستطيع. اقول لك شيء عادي بس عشان اختصر الموضوع، انا اعتقد لو ماني مؤمن ان امكانيات صالح اعلى من كذا ما استضفته ترى، فهمت؟ ولا طلبته يجي، لانه اعرف انه صالح يطلع منه شيء اكثر. بس مشكلته مش قاعد يعطينا بوادر لنا عندي امكانيات، هنا يلخمك ببعض الحاجات، فهمت؟ يعني فجاه كذا فقره في يعني عنده يعني بعض الحضور في بعض الفقرات، عنده بعض الجلسات تلقى فيها عنده حضور جيد، بعض الفقرات لا نايم تماما. يكون شخصية مزاجية مثلا؟ ما أدري صالح، أنا شخصية مزاجية ولا لا؟ لا. قاعدين نلتمس لك الأعذار يا صالح. مستمع جيد مو بالدرجة دي يا صالح، تكفى. طيب أول متسابق نقول تكفى قاطعنا. طيب تكفى يا صالح، تكفى قاطعنا أي شيء، ما عندنا مشكلة. صالح ترى هذا مو تلفزيون اللي قدامك، تقدر ترد عادي. طيب أعطيك تعليقات الجمهور ممكن؟ أسلم. الحين بقول ما أعطيته فرصة صالح يرد، هو ساكت. طيب هنا تغريدة، إيش الهدف اللي لأجله صالح شارك في البرنامج؟
ايش الخلل اللي في صالح ويتوقعه هو السبب اللي يخليه دايم حاضر للبرايمات؟ هذا سؤال ثاني. تتذكر الاسئله ولا بتجاوب واحده واحده؟ لا اذكرها بعدين راح. طيب الثالث، هل الاليه الجديده للبرنامج بتخلي صالح يبدع اكثر؟ صالح ممثل، اشوفه ممكن يكون ممثل واتمنى منه مسرحيات قصيره مع فهد وباقي الشباب. ابجي على اخر سؤال، كيفك بالتمثيل؟ جيد نوعا ما. جيد نوعا ما. جيد نوعا ما. طيب ما ندري، احنا ودنا نقيمك. راح تقيمني ان شاء الله بعدين. متى؟ بعد البرنامج؟ لا ترى انا عندي معلومه عن صالح. عن صالح إيه؟ صالح انت راعي انت من القصيم صح؟ من دوادمي صح؟ ايه. انت تحب المكاشيت؟ ايه. ما اي شخص يحب المكاشيت هنا يا ابن حلال. اي شخص ترى شوف اي شخص في الحياه هذه يحب المكاشيت اعرف انه صدره وسيع ومزوح ويقبل الزله ويطمرها. ورنا جانبك الاخر يا صالح، تكفى ارجوك. ويراعي سوالف بس ما يعني بس مو براعي مكاشيت. ما ادري صالح ما بذا الجو. لا مو بشرط مكاشيت سوالف، لا ممكن قهوه شاي تبغى يعني شاص عزبه. خذ معك نواف مدوخ. نواف مدوخ بيسولف هنا ما عندك مشكله. يستاهل ما هي بجائزة هي. يستاهل من ناحية انه يستاهل يستاهل. بتجاوب على اسئلة؟ اي انا نسيتها وش اول واحد. طيب ايش الهدف اللي جاي صايم برنامج؟ سم ايش الهدف اللي صايم جاي؟ والله عندي شو اسمه ودي اني ابرز موهبتي اللي انا جاي عشانها. وش الى الحين ما طلعت؟ التمثيل. وش هي؟ ايش؟ التمثيل. متى؟ قريبا. ليش ما مثل في المسرحيه اللي معك قريبا؟ لا امس مو مسرحيه. اللي سوى مشهد هو ينتظر ان شاء الله. طيب ايش الخلل اللي في صالح تتوقع انه هو اللي خلاك تجي للميزان بشكل مستمر؟ تاخير. ايش تاخير؟ تاخير. طيب الرياليتي الموجود عند سابق صالح النجاشي جميل ومتفاعل جدا جدا، المكان اللي يجلس فيه يديره بطريقه تعجب الجمهور، لكن سين هل انسجم مع الجميع ام لا؟ لا. ليش؟ طبيعي. طيب عذرا كم نسبة اللي ما انسجمت معهم يا صالح؟ وين؟ هل اللي ما انسجمت معهم نسبتهم 90% مثلا؟ لا كم؟ 70%. 70؟ ايه. تعال بدري تعال بدري ولا تتأخر عشان تصير 85%. ما هي بشرط. شو؟ في ناس لو اجلس معهم يومي كله ما انسجم معهم. صح طبيعي طبيعي طبيعي. الشخصيات تختلف. طبيعي فعليا طبيعي. صح قد يكون شخصيه انطوائيه هو يعني بدينا نكتشف بعض التحليل. طيب صالح النجاشي له حضوره ورياليتي ولاقيه عنده عاليه، له حضوره عند الجمهور، فاستمر واكثر من حضورك. ولو عندك موهبه التمثيل استغلها. لاحظت انه تكرار موهبه التمثيل والمطالبات بانك تبرزها بشكل مستمر كثيره. هل تلبي الطلب ذا ولا لا؟ على حشمي ان شاء الله. دائما احنا عندنا سؤال في 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 المجالات العمليه اكثر في الشركات وكذا اللي هو متى. هل تقدر تعطيني متى؟ متى ايش؟ متى ستبرز هذه الموهبه؟ قريبا. لا متى ما في شيء اسمه قريبا. الحين مثلا اقول لك متى تخلص المعامله ما تقول لي قريبا، بقول لك متى. حدد لي تاريخ. ما راح احدد تاريخ. خلال هذا الاسبوع؟ ما اقدر احدد لك. يعني ما راح تسوي؟ ما اقدر احدد لك. صالح انا قاعد اشوفك سلبي في الحوار. ليش؟ ما ادري والله. ما اعطيك الفرصه انك تجاوب كلمه ورد غطاها واجبه غير مبشره بالخير. لا 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 أبدأ والله غير مناسب لك. لا 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 ابدا. يعني احنا جالسين نعطيك الفرصه. اوعد الجمهور ترى على فكره انا وانا بجالس على الشاشه بنتظرك بتشوق تقدم مسرحي. الجمهور قاعد يستفسر. انا قاعد اقول لك عط موعد للجمهور. انت قاعد تقول والله قريبا. ما اقدر اعطيك موعد. مو بانا مو لا تعطيني موعد خلاص. اوكي شكرا. اذا 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 اذا, إذا هذا وعد مني صالح. أسلام. اذا خرجت يوم الخميس انت في فقره الميزان وخرجت خارج ارض الذواقه انا يوم الاحد ساجلب كيكه لاخواني ابو راشد وابو منصور باذن الله. وانا بقطعها. ما خلاص انت برا ما يحق لك تدخل. لا بجيكم ضيف شرف في اليوم التسعين ان شاء الله. لا ما يدري. لا هو اصلا تدري وشو انت موجود الان ضيف شرف. صالح ضمن تصويت الجمهور كل اسبوع له يرجعه فهو ما عاد شايف الناس شيء. تصويت الجمهور خداع. اي لا هو ما هو بشايف الناس شيء. برجع ومتى ما قدمت لهم قدمت لهم هم بيصوتوا لي في الاخير. ما يدري ان الجمهور اللي اعطاك مره مرتين فرصه ما راح يعطيك المره الثالثه. يعني هذا هو. اذا ما شاف منك اي تحسن ولا اي عطاء مقابل التصويت اللي هم قاعدين يصوتونه ما راح يتواصلون معك فيما بعد ولا راح يدعمونك. يعني الحياه. طيب اقترح عليه ان يزرع ملوخيه خاصه ان الان موسمها وسريعه بالنمو. شوف دخلوا في التفاصيل. ازرع ملوخيه تكفى. خلاص بكره ان شاء الله. لا تمثل ازرع ملوخيه. شكرا جزيلا يا ابو راشد. اشكرك يا حبيبي. شكرا ابو هيك. انا ضاع من وقتي حاجتين كاركتر فهد الدوسري ومداخله صالح.
اي يعني ما الله يعني الله يضيع اوقاتنا الا بكل خير ان شاء الله. ونتمنى صالح انه تعطي هالجمهور اللي قاعد يتحمس لاجلك يعني بعض الاهتمام. وانا في الاخير انا اعكس ما اراه من الجمهور يعني. جميل اخي، انت قادر تمثل المشاهد.